خطيئة الشهوة. تمام؟ كل واحد بيبقى عنده شهوة لحاجة معينة. ايه اكتر حاجة انت بتبقى ضعيف قدامها وبتحس ان انت ليك عندك شهوة ليها؟ الاكل. الاكل، بتحب الاكل اوي. دي خلينا نقول دي شراهة. ماشي. لا انا عن شهوة. شهوة؟ مش حاجة والله، عادي يعني. ما عندكش شهوة لأي حاجة، مش حاجة ما بتقدرش تمسك نفسك قدامها. لا، مفيش حاجة بتشدني. ممكن في شهوة للشهرة، شهوة للنجاح، شهوة للبطولات. شهوة للنجاح، شهوة للبطولات دي، دي عندي، ان انا دايما بحب نفسي ان انا اكون ناجح، وشهوة ان انا بخلي كل اللي حواليا لازم يكونوا هم اهم مني وهم اللي ناجحين. انت بتعامل اللعيبه اللي معاك حلو جدا، وده معروف عنك الناس في الملعب. كل الناس والله العظيم، مش حاجه تلاقي حتى بره الملعب. كلمه طيباتي، ودي كلمه حلوه على فكره. الحمد لله. تمام. طيب هسالك سؤال صريح، امتى هتتجوز يا كهرباء؟ ربنا، لما ربنا ياذن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بفكر والله، بقالي 4 سنين والله العظيم نفسي ان انا اتجوز. والله انت عايز تتجوز؟ نفسك تتجوز؟ طب ايه اللي منعك؟ لا لسه ما فيش نصيب. ما معكش فلوس؟ ايه؟ معكش فلوس؟ لا الحمد لله مستوره. الغرامه خلصت على فلوسك كلها؟ لا الحمد لله والله مستوره. طيب هتتجوز امتى؟ يا قريب. والدتك ساكته لك ليه؟ لا ده هما نفسهم ان انا اقعد معاهم، والدي ووالدتي. يا هما والدك ووالدتك مش عايزينك تتجوز؟ لا بيحبوني قوي. طب انت ممكن تتجوز وتقعد معاهم. ما انا بفكر والله. بتفكر تعمل كده؟ ان شاء الله. يعني انت عايز واحده توافق ان انت تقعدوا في نفس البيت مع والدك ووالدتك. لا بس انا مش هعمل كده يعني، مامتي مش عاوزه ان انا حد يقعد معاها، عايزين لوحدينا. فانا هعمل كده بس لما ربنا ياذن ان شاء الله قريب. طب ايه المواصفات اللي انت بتدور عليها؟ زي والدتي كده بالظبط. تبقى زي والدتك بالظبط. اللي هي عامله يعني ازاي بقى؟ يعني كويسه محترمه طيبه، اهم حاجه تكون يعني حنينه، تحافظ عليا، تقدر ان انا في شغلي في حياتي الكلام ده كله. صعب تلاقي المواصفات دي دلوقتي؟ ده لا في كتير. في كتير. لا بتكلم في المواصفات اللي انت بتقولها. لا في كتير والله، يعني بلدنا ما شاء الله مليانه ناس كويسين، بنات كويسين محترمين. ليه بقى؟ انا حاساك ان انت يعني يمكن في الحلقه دي جبت سيره اهلك كتير، والدك ووالدتك، مع ان انت ما سمعتكش قبل كده بتجيب سيرتهم. ما حسيتش قوي. لا خالص. انا بتكلم على البرامج. لا البرامج. ده انا اهلي رقم واحد عندي. قول لي بقى، احكي لي عنهم شويه. لا والدي ووالدتي واخويا واختي دول كل حياتي، وانا عايش عشانهم. يعني انا بعمل كل حاجه في الدنيا عشان ابويا وامي واختي واخويا يكونوا راضيين ومبسوطين. لان انا هم موفرين لي كل حاجه في حياتي. وفروا لك ايه؟ كل حاجه من وانا صغير، هم اللي ربوني يعني، هم اللي عملوا كهرباء، هم اللي ساعدوني في حياتي. بس فانا يعني بالنسبه لي دول في اي حته بقول دول اهم حاجه في حياتي. انت تقدر تقول على نفسك ان انت كنت مثلا اسره متوسطه قبل ما تلعب، ولا اسره غنيه، ولا اسره على قدها؟ لا احنا الحمد لله اسره متوسطه. يعني والدي ووالدتي من زمان يعني عاملين لنا كل حاجه في حياتنا. حققوا لك كل اللي بتحلمه. الحمد لله. فكنا من اسره متوسطه وبس. فربنا كرمني، فحبيت ان انا بقى اخليهم مبسوطين واعمل لهم كل حاجه. تعمل لهم ايه؟ كل حاجه. لا اعمل لهم يعني يمكن كل حاجه باسمهم. كل حاجه باسمهم هم، اي حاجه بتجيبها على طول بتبقى باسمهم هم. بيوت، عربيات، باسمهم هم. عنديش حاجه. والدتك دعوه على دعت على اللي ظلموك؟ كل يوم. كل يوم بتدعي عليهم. والدتي دايما عندها احساس باي حاجه لو هتحصل لي كانت بتقعد تقول لي. بس فوالدتي دايما معايا يعني، كان انا عندي كل يوم كده قبل الفجر بقعد جنب والدتي.